اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وخبر جديد اذن خسائر كبرى يتكبدها ديوان التجاره آه قال وزير التجاره الاسبق محسن حسن اليوم ان الوضعيه الحاليه للديوان التونسي للتجاره صعبه مثلها مثل جل المؤسسات العموميه التونسيه واعتبر محسن حسن أن زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخيرة إلى مقر الديوان كشفت عن سوء حوكمة سوء تصرف وأضاف الفساد في كل المؤسسات العمومية حقيقة لا ينكرها أحد ومن حق الرئيس القيام بزيارات ومعاينات ميدانية لكن الأهم من ذلك الإنطلاق فعليا في إصلاح وضعية هذه المؤسسات بدقة. إذن وعبر محسن حسن عن استغرابه من اقدام موظفة بالديوان عن خخ... على إخفاء سكة بتلك القيمة والأغرب من ذلك أن المنقصات تتم بطريقة شفافة مع المؤسسات أو مؤسسة التجارة الدولية عبر إمضاء عقود مع مزودين يتم خلاصهم بالتحويلات لا بالسكوك وبالتالي فإن مسألة السك في جيب الموظفة غامضة ولابد من البحث فيها ودعا محسن حسن في هذا الصدد إلى ضرورة التعامل مع وضعية ديوان التجارة بجدية نظرا لوضعيتها المالية الصعبة إذ يتكبد الديوان خسائر تصل إلى 450 مليون دينار لعدة أسباب وأشار المتحدث إلى أن الديوان يحتكر استيراد بعض المواد الأساسية على غرار القهوة والسكر والأرز ويستورد سنويا بما قيمتها 800 مليون دينار في ظل الارتفاع المأهول للأسعار نتيجة الجفاف وتغيرات المناخية فضلا عن تداعيات فيروس كورونا وتراجع صرف سعر الدينار كل ذلك جعل الديوان في ظرف مالي دقيق وخطير وفقا لتعبيرها وأكد محسن حسن أن الديوان التجارة فيها نهاية الأمر مكسب للديوانة ولابد من المحافظة عليها مشيرنا في السياق ذاته إلى إغراقها في السنوات الأخيرة بالانتدابات الغير الضرورية وهو ما أدى إلى ارتفاع أعبائها المالية وبالتالي لابد من القيام بعملية مراجعة خاصة للانتدابات الغير قانونية ومعالجة هذا الملف بطريقة معمقة وشفافة إذا كان خبرنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة وال الاهتمام إلى اللقاء